قبل 3 أيام عن انتهاء الحملة الانتخابية، ومن عاصمة الهضاب العليا سطيف رفع المترشح عز الدين ميهوبي لصالح الشباب أصحاب المشاريع والتزم بمرافقتهم ميدانيا. شباب تاع لونساج تشوفوا كثير منهم دخلوا في مغامرات، داو أموال، بداوا في مشاريع، مشاو 30-40% حبسوا، صبحوا الآن لقاو أنفسهم في مواجهة العدالة، خايفين كل من العدالة. إحنا جايبين شاب نساعدوه باش يطلع ولا باش يفشل؟ إحنا الآن راح نقرب المعادلة، اللي نجح نزيدوا ندعموه باش تتحول المؤسسة تاعو إلى مؤسسة أكبر، ويزيد يشغل ناس أكبر ويحقق نتائج أكبر. لكن الشاب اللي فشل ماناش راح نقولوا له قال أرواح غاز الملف يحول للعدالة. إعادة بعث النشاط الفلاحي ودعم الاستثمار المحلي. قال ميهوبي إنه يتعهد بتقديم تسهيلات في القطاع مع إبعاد العراقيل البيروقراطية عن النشاط الصناعي. هذه المنطقة لازم ترجع إلى ما كانت عليه، والاستثمارات الكبرى في المجال الزراعي لازم تمكن من كل التسهيلات. لازمنا نسهلوا للناس، خلينا نستخدم في سطيف وفي المناطق المجاورة لها فيها ناس عندهم خبرة كبيرة في تسيير هذه المشاريع الاستثمارية. لازم نقضيوا على البيروقراطية وخليهم يخدموا، ما لازمش واحد يدير مشروع وكما نقول هذا ديما يدور الحبل على الجبل باش يقدر يبدا في المشروع تاعه. مرشح التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد على ترقية مكانة التاريخ في المنظومة التعليمية والثقافية وفي حياة الأسرة الجزائرية.